لما يكون في انتشار للذعر ولا الخوف ويعني يكون في تصورات خاطئة، أول شيء التسعير يكون خطأ. اثنين تتملك المشاعر ويعني الأفكار يعني أو القرارات الغير منطقية تصبح هي السائد في هذه الحالة. فزي ما ذكرتي اليوم ما لها تفسير، اليوم أنت كتبت والتغطية كانت عالية، زي بعض الكتابات 3 مرات كانت التغطية من الأفراد، أنا ما أتكلم عن المؤسسات، من الأفراد اللي هم يبيعون اليوم كانت تغطية 3 أضعاف. مع ذلك إحنا نرى هؤلاء كثير أو شريحة منهم هي اللي تضغط السهم. إحنا نتكلم على تقييمات كانت قبل رفع الفائدة وبعدين صار فيه ارتفاعات في الفائدة، أكيد التقييم حيختلف والمفروض أنه يختلف، لكن أنا اللي أشوفه اليوم ما له علاقة بالتقييم صراحة. يعني الشركة مهما يعني لوبرف مثلا مكرر ربحية 10، طب وش أرخص من 10؟ فما لها علاقة في مسألة مكرر ربحية، أنا ما أتكلم على 20 ولا 25